السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا جماع الأخ لأخته في المنام. هذه الرؤيا تؤدي إلى الشعور بالخوف والذعر عند رؤيتها في المنام لأنها من الأفعال المحرمة قطعا في الدين. لذلك نقدم لكم تفسير هذه الرؤيا، ولكن سوف تتفاجؤون بمعنى الرؤية في المنام. إذا كانت الأخت هي التي بدأت هذا، فهذا يرمز إلى حاجتها لمساعدته في كثير من الأمور المهمة في حياته. إذا كانت جميلة، فهذا يعني التفاهم والقرب والمودة بينهم، إذا كان لا يستمتعان بفعل ذلك. رؤية الأسرة لهم هي دليل على لم شمل الأسرة الذي يحدد بعد فترة من الانفصال والابتعاد عن هموم الحياة. في حال إذا كان الحالم على خلاف مع الأسرة في الواقع، فهذا يدل على انتهاء ذلك والعودة إلى الاستقرار الأسري. إذا كانوا سعداء ولكن بدون متعة، فهذا مؤشر على صدق المشاعر التي لديهم في الواقع. إذا تم ذلك في المنزل، فهذا يرمز إلى منفعة مشتركة بينهم، أو من الضروري تقسيم أمر مشترك بينهم. ومبادرتها في ذلك دليل على حسن السلوك في كثير من الأمور، وأنها تقوم على الحكمة والعقل قبل الموافقة على أي أمر حتى لا تشعر بالندم في النهاية. تفسير حلم جماع الأخ لأخته المتزوجة يدل على وجوده في منزلها على خلافات زوجية مستمرة، وأنها تلجأ إليه لطلب النصيحة ومحاولة حل تلك الخلافات ومساعدتها في الحصول على أسرة مستقرة. التمتع مع الأخ يشير إلى وفرة المال الذي يحصل عليه الزوج من وظيفة جديدة أو ترقية في وظيفته الحالية، مما يغير ظروف حياتهم إلى الأفضل. إذا تم ذلك في منزله، يشير إلى السفر قريبا لها ولأسرتها للاستقرار والحصول على حياة ومستقبل أفضل. إذا تم ذلك في مكان عام، يدل على الذنوب والخطايا التي يرتكبوها ويجب عليهما التوبة. تفسير حلم جماع الأخت الحامل في المنام. فرؤية جماع الأخت فهو يدل على السعادة والاستمتاع، فهذه إشارة إلى المولود الذكر الذي يحمل صفات أخيها وقد تسميه باسمه. أما إذا كانت حزينة وتبكي، فهذا يعني أنها تمر بفترة حزن ولا تعرف ماذا تفعل. حدوث ذلك في منزل الطفولة يدل على وفرة الخير الذي تحصل عليه من عمل الزوج الجديد. الأخت هي المصدر الثاني للحنان، وتكون في مكانة الأم خاصة إذا كانت أكبر منه في السن، فهي حافظة أسراره منذ الصغر. فإذا شهد الجماع معها، فيدل على صفقات تجارية مربحة وتغيير ظروف حياته للأفضل. أما إذا كان ذلك وهو يشعر بالسعادة وعدم الاستمتاع، دليل على قربه من فتاة صالحة تناسبه.